بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، هنكمل النهاردة إن شاء الله المحسنات البدعية اللي احنا بدأناها في الحلقة السابقة. بدأنا في الحلقة السابقة عن بعض المحسنات البدعية زي المقابلة، زي الطباق، زي الجناس، والنهاردة إن شاء الله بناخد السجع من المحسنات البدعية. السجع دي سهل جدا جدا جدا، وهو توافق فواصل الكلام في الحرف الأخير. لاحظوا إن السجع دائما وأبدا يوجد في النسر. مثال، لما نيجي نقول الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع. لاحظوا آخر الجمل اللي موجودة، عند مشروع أدي العين، وعند الجوع أدي العين، وعند خضوع برضو أدي العين. يبقى شوفوا الكلمات دي كلها اللي هي ديت دائما وأبدا بنقول عليها فين؟ في السجع. المعالي عروس مهرها بذل النفوس. عند كلمة عروس وعند كلمة مين؟ النفوس. يبقى شوفوا بقى عندي كده اللي هي ديت الايه؟ السجع. خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي. بصوا للفواصل اللي هي موجودة عندنا دي، توبتي، حوبتي، دعوتي، حجتي، دي كلها نقول عليهم مين؟ سجع. وما تنسوش ان السجع موجود دائما وأبدا فين؟ في النسر. طب غرض السجع ايه؟ دائما وأبدا يعطي جرس موسيقي تطرب له الايه؟ الأذان. تمام؟ بعد كده النوع اللي بعده اللي هو من ضمن السجع اللي موجود، من ضمن المحسنات البدعية، اللي هو الايه؟ التورية. ايه التورية؟ التورية بيقول فيها، تعرفها، هي ذكر كلمة لا معنى اتنين، احدهما قريب ظاهر غير مقصود. انا مش عاوز المعنى القريب، ولكن انا عاوز المعنى البعيد اللي هو المعنى الخفي اللي هو المطلوب دائما. والتورية بالمناسبة تأتي في الشعر والنسر. ملاحظة مهمة جدا، التورية ممكن نطلعها برضو من الايه؟ من النسر. الشاعر بيقول وردد على سمعي احاديثني لها، فقد ردت الامواج سائلة مين؟ نهرا. بصوا الكلمة سائلة اللي موجودة عندنا دي لا معنين اتنين. المعنى الاول قريب، وهي سيولة المية. لما نيجي نقول ده الماء سائل، يعني المية بتسيل، يبقى دي سيولة الايه؟ الماء، ودي ليس مراد. طب المعنى البعيد، الوسائل العطاء. الوسائل اللي هو مين؟ العطاء، ودي المعنى، وهو المعنى المراد عندنا. كلمة نهرا لا معنيين، هو معنى قريب وهو نهر النيل، ودي مش مراد. تمام، هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن مباشرة. المعنى البعيد اللي هو الزجر والكف، وهو المعنى الايه؟ المراد. تمام، برضو عندنا لما نيجي نقول ايها المعرض عنا حسبك الله تعالى، كلمة تعالى لما نيجي نبص لها كده لها معنين اتنين، هو المعنى القريب وهو تعاظم وعلى، ودي معنى غير مراد. والثاني المعنى البعيد وهو طلب الايه؟ الحضور، وهو طلب الحضور. احمد شوقي وحافظ ابراهيم، طبعا احنا عارفين المداعبة اللي حصلت ما بينهم قبل كده. حافظ ابراهيم بيداعب شوقي بيقول له ايه؟ ان الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي اليوم اصبح بارد. بصوا الكلمة الشوق كده، شوقي هنا بمعنى شدة الشوق. تمام كده، كويس، اللي هو عندي، خلاص كده كويس، شوقي اللي هو معناه شدة الشوق، وان عندي اسم الشاعر شوق، يبقى انا عندي شوق دي غير مقصود. تمام، اللي هو شدة الشوق، والمعنى المقصود اللي هو شوق اللي هو اسم مين؟ اسم الشاعر. رد عليه شوقي قائلا حملت انسانا وكلبا امانة، فضيع الانسان والكلب مين؟ حافظ. عند كلمة حافظ برضو وبيرد عليه بنفس اللهجة اللي هم ردوا على بعضهم فيها، عند حافظ اللي هو صائن الأمانة، يعني زي ما نقول ده إنسان بيحفظ العهد أو بيحفظ الأمان، وهذا المعنى غير مقصود. طب وحافظ الثانية المعنى المقصود هو اسم الإيه؟ الشاعر اللي هو عندنا. قول الشاعر، المثال اللي بعده الأخير، النهر يشبه مبردا فلأجل ذا يجلو الصدى. أنا عند الصدى معناه المعنى القريب اللي بيتبادر إلى ذهني الأول اللي هو الصدى، نقول ده الحديد مصدي، الحديد صدأ، يبقى دي غير مقصود. والصدأ التانية اللي هو العطش، هو المعنى الايه؟ المقصود. وسر جمال عند التورية
اللي هو بيحرك الذهن ويجذب الايه؟ الانتباه. يحرك الذهن ويجذب مين؟ الانتباه. العلاقة اللي بعد كده اللي هي الازدواج. الازدواج هو تقسيم الكلام الى مقاطع متساوية في الطول والايقاع بشرط الا يوجد اتفاق في الحرف الاخير، وياتي في النسر فقط. يبقى لاحظوا عند الساجع والازدواج الاثنين دول يجوا مين؟ دائما وابدا في مين؟ في النسر بس. مثال: حبب الله اليك الثبات وزين في عينيك الانصاف واذاقك حلاوه التقوى. عندي بصوا للجمل اللي موجوده كده ما بين الازدواج، ما بين الجمل اللي موجوده دي ازدواج، ما بين الجمل اللي موجوده ديت عند مين؟ ازدواج. وديت طبعا مصدر من مصادر الايه؟ الموسيقى طبعا، اللي هي مين؟ اللي هي موجوده في الايه؟ الناس. ودائما وابدا يعطي الموسيقى بتاعته هادئه بتطرب الايه؟ الاذان. من المحسنات البدعيه اللي بعد كده اللي هي مراعاه النظير. ايه هي مراعاه النظير اللي احنا معروفه دايما او بنتكلم عليها كتير جدا في النصوص؟ هو الجمع بين الشيء وما يناسبه في المعنى، او ذكر اشياء من عائله واحده. يعني بذكر اشياء من عيله واحده، يعني الاثنين عندي يكونوا مترابطين مع بعض، يعني الاثنين يكونوا دائما وابدا مرتبطين مع بعض في الجمل. قال تعالى: اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طب بصوا للآية الثانية كده: قرأنا عليك كتاب مين؟ الحياة، وفضل هوى سرها المغلط. بصوا لكلمة قرأنا وكلمة كتاب. لما نيجي نبص للقراءة، القراءة محتاجة لمين؟ للكتاب. طب والكتاب محتاج لمين؟ للقراءة. يبقى إذن الاثنين عندي دول ما بينهم مراعاة مين؟ مراعاة نظير. المثال اللي بعده: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به مين؟ صمموا. هنلاقي الكلمات هنا متناسبة مع بعضها البعض، زي كلمة مثلا إيه؟ أسمعت كلمات من به مين؟ صمموا. عندي كلمة كلماتي وعندي كلمة الإيه؟ الأدب. البيت اللي بعده أو المثال اللي بعده: فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فالخيل والليل عندي اللي هو موجود عندي، يبقى الخيل دائما وابدا مرتبط بالليل ومرتبط بالبيداء، وعند القرطاس وعند كلمة القلم. هو ايه معنى كلمة القرطاس الاول؟ القرطاس هي الصحيفة التي يكتب عليه، الورقة. طب انا عاوز اكتب على حاجة، هستخدم مين؟ القلم. هستخدم القلم، يبقى انا محتاج لمين؟ للقرطاس اللي هو الايه؟ الورقة. اللي بعد من مراعاة النظير المحسنات البدعية اللي هو التصريع. التصريع بقى موجود دايما عشان بيكون في لبس، ودايما في مشكلة وخلاف. التصريع دي أكيد والمعلومة بتاعته هو تشابه نهاية الشطر الأول مع نهاية الشطر الثاني في البيت الأول. يبقى التصريع موجود في البيت الأول. ركزوا معايا قوي قوي، التصريع لا يعطى أو لا يأتي إلا في البيت الأول. مثال قول الشاعر: سكت فغر أعدائي السكوت. لاحظوا معايا دي: وظنوني لأهلي قد نسيت. أنا عندي التاء ودي التاء، ودي البيت الأول في النص. يبقى نقول العلاقة ما بين الاثنين عندي بينهما مين؟ تصريع. ودائما التصريع يعطي نغم مين؟ موسيقي تطرب له الايه؟ الأذان. البيت اللي بعده بيقول: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي. لاحظوا معايا أدي البيت أهو: فقد أوضى نظيركما عندي. أدي يجدي أدي الياء، ودي عندي أدي الياء. برضو ما بين الاثنين عنده بينهما مين؟ تصريع. اللي بعد كده حاجة اسمها حسن التقسيم. حسن التقسيم هو تقسيم البيت أو جزء منه إلى مقاطع متساوية في الطول والإيقاع. لاحظوا أن حسن التقسيم أيضا يأتي في الشعر فقط. يبقى في من بعض المحسنات البدعية أشياء تأتي في الشعر وأشياء تأتي فين؟ في النثر. بص للشعر كده بيقول: الوصل صافية أهو، والعيش ناغية، والسعد حاشية، والظهر ماشينا. لاحظوا الوصل صافية والعيش ناغية أهو، الجملتين الاتنين على قد بعض بالظبط، نقول عليهم حسن مين؟ حسن تقسيم. نقول عليهم حسن مين؟ حسن تقسيم. البيت اللي بعده بيقول: متفرد بصبابتي
متفرد بك آبتي، متفرد بعنائي، برضو ما بين الجملتين عنده حسن تقسيم. آخر البيت اللي عندنا النهاردة إن شاء الله، الشاعر بيقول: طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمرضة. طويل النجاد رفيع العماد، دي برضو حسن إيه؟ تقسيم. سر الجمال بتاع حسن التقسيم، يعطي نغم موسيقي تطرب له الإيه؟ الأذان. نكتفي بهذا القدر من المحسنات البدعية، وإن شاء الله انتظرونا في الحلقات القادمة، سوف نكمل باقي المحسنات البدعية للصف الثاني الثانوي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.